السلام عليكم، تحياتي تحياتي تحياتي. واسي العثماني، خلينا لك المغرب، وخلينا لك المغرب، وخلينا لك المغرب. وتحياتي المغاربة ولاد الفقراء الحرار، تحياتي لكم، وتحياتي للقلعة وناس القلعة وانا واحية، وتحية للمغاربة جميع المطاجر الكويرة. المهم البرلمانيين والمسؤولين، لعنة الله عليكم من هذا المنبر أول شيء، لأن الشباب كتموت، سيفينا كيموت وسيفينا كيقطع وسيفينا كياكلوا الحوت. المهم لعنة الله عليكم البرلمانيين، لعنة الله عليكم البرلمانيين، لعنة الله عليكم المسؤولين، ثم اللي جعلتونا هكا في هذا الحال، لعنة الله عليكم. وتحية خاصة للناس الشرفة، فقهاء ديال قلعة السراغنة. ها واحد الموعدة إن شاء الله بحول الله، ورا نبدأ.